السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب العالمين ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومحمد ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل الجبور أتاكم ما توعدون إلا إن شاء الله بكم لاهكم. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. اجعلنا والدينا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا طلابنا تلميذاتنا ومدارسنا من أحسن إلينا من خواص أهل لا إله إلا الله. واحسن إليهم في أمة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البانية والعظام النافرة وشرور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روح منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله من منكم تقدم المتأخرين. نسأل الله أرشادكم ورحمة رحمتكم وكتب حسناتكم وجميع سيئاتكم وجمعنا إياكم في المستقر والمقيم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة. اللهم إنا وضعنا في مشهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجة ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها. نسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغ لنا بالمقاصد والآمال. إنك سميع قريب وجودك ورجاك الحجر وأهلك وبركاتك. إنك على كل شيء قدير. هذا ما يسألكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد 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 وعلى آله شاهد بمرآة ظهر رسول الله.
يا الله لنا بالقبر يا ربي صلي على المختار يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على طه الرسول ضيفنا ضيفان بابك ولا اسنانه يا الله نهو وظننا فيك وافر والعمل فيه طول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم يا ولي الله السلام عليكم يا خيرة الله السلام عليكم يا صحبة الله السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا ووالدينا وشيخنا وأحبابنا وطلابنا وتلامذتنا وذوي الحقوق علينا والأحسن إلينا من خواص أهل لا إله إلا الله اجعلنا وإياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين أنس الله شهدكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز سيئاتكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا اللهم إنا وقفنا في مشهد وليك هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا أمل عملناها ونسألك اللهم تقدير لنا الحاجات وتعجل بالمطالب وتبلغنا جميع مقاصد الأمل إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير فاتحنا رسولنا شفعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواج الذرية وأنصار وسلم جميعا ثم إذا رجع مسألة الله من المعنى والبكي أهل الزبر والبرد والدفن أهل حضر وقلوب جميعا سوسة سلم الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وفي محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وأمر لكم من رسول الله مسألة على أبي أبي ثم إذا رجع مبكي أهل بري من درس على كل مجمع سوسة من هذا المقام كي هدي عبد الله الزهاري وأبيه وأمه ومشيخه ومشيخه وأولاده وطلابه وتلامذته كلهم جميعا قدر هذا المقام وجميع أولياء الله الذي يرضى أن الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا برحمة الله يعيد علينا بركاتهم وسرارهم وأنوارهم ومن كلمات الجد العقرة جالبة لكل خير دابة لكل شأن وإلى من هو أهوال والسلام والسلام وإلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول الله الله طه على فينا باب مولانا
فرحنا الحمود رجينا منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا في القبول. يا ربي صلي على مختار طه الرسول. يا خلف يا خير موتي حق لنا رسول واختم لنا منك بالحسن نار القبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صلي على المختار طه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أهل القبور ولا تكن توعدون الله إن شاء الله بكم لاهقون نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا ووالدينا وشيخنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأصحابنا أحبابنا وطلابنا وقد أهلت مجالسنا والأحسن إلينا وأهل ذوي الحقوق علينا أجمعين اجعلنا وإياهم أجمعين من خواص أهل لا إله إلا الله وأحسن إليهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباكية والأجسام البانية والنظام النخلة والنور الشمول والمزقة التي خرجت من الدنيا هي بك مؤمنة حدخل الله عليهم روحهم منك والسلام منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين ورحم الله بكم المتقدمين والمتأخرين. أنا أسأل الله أحشدكم ورحم غرباتكم وتقبل حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا يا واسع المغفرة اللهم يا الله إنا وقفنا في مشهد وليك هذا ولنا حاجات يا الله لنا مطالب ولنا مقاصد ولنا من أملناها ونسألك الله أن تقدر لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغ لنا بالمقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة الغفر الذنوب والخطيئة إنك على كل شيء قدير. بعد أن نزل شبه رسول الله وحرم الله صلى الله عليه وسلم وحرم الله صلى الله عليه وسلم وحرم الله الحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المرتضى طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي طه الرسول. على فينا باب مولانا طرحنا الحمود لاجينا منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول. يا فرد يا خير مؤتي هب لنا كل سؤل واختم لنا منك بالحسنى نهار القبول. الله الله يا الله يا ربي صلي على المختار طه الرسول وهب لنا القرب منك واللقى والوصول. عسى نشاهدك يا سلام من الرحمن.
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات
كل شيء